نحن الذين جئنا من بلاد تحدث الحروب فيها كل ثلاثاء، تفوح من شعرنا رائحة البارود، وإذا طقطقنا أصابعنا نسمع صوت رصاص، في آذاننا تبقبق فقاعات غرقانا، وفي عيوننا دائما دهشة فجر. مصابون بالربو، وإذا أردنا المشي نتعثر حتى بخطوط المشاة. يكفي أن يمضي علينا يومان دون أن نستحم لتخرج منا رائحة الجثث. خلايانا مخضبة باليورانيوم، ونتعرق فوسفورا، لذا ترانا نضيء في الليل، لكننا لا نصلح للحب ولا لتربية الأبناء، لا للعلاقات السريعة ولا البطيئة، لا نصلح لشيء، ربما فقط نصلح للانتظار من الثلاثاء إلى الثلاثاء. خالد الناصري، أولا ماذا تعني هذه التسمية بلاد الثلاثاء؟ ولماذا اخترت أن تضعها عنوانا لقصيدة وللكتاب أيضا؟ أول شيء بصراحة يعني كان أكثر من عنوان للكتاب يعني، بس بعدين صارت صدفة انتبهت على أنه أنا يوم ولادتي كان يوم الثلاثاء، وصدفة أخرى حثت أني أنا سافرت من سوريا كان يوم الثلاثاء، وأكثر من قضية مرتبطة بيوم الثلاثاء، بل حتى قضايا شخصية يعني. بعدين بالقراءات وبالمعرفة تكتشف أنه مثلا كانت يعني الثلاثاء مرتدي بالإيطالية هو إله الحرب دائما، وفي طلع في أكثر من ثقافة، حتى عند العرب الثلاثاء هو أيضا يعني الأصل يأتي من كلمة الحرب. فصارت وصار الخيار أنه يكون بلاد الثلاثاء، يعني ما بعرف إذا كان موفق أو غير موفق، صار ارتبط بأنه في صدف شخصية بحياتي حثت في يوم الثلاثاء، إضافة إلى أنه اكتشفت معرفياً أنه هاي كلمة يعني الثلاثاء هو مرتبطة بالحرب في كل الثقافات تقريباً. اثنين، هو الكتاب كله عن الحرب، عن الحرب في سوريا، فبالتالي يعني كان العنوان تم اختياره. القبلة الأولى التي منحتها للحبيبة الأولى كانت يوم الثلاثاء أيضاً؟ لا والله لا أذكر بصراحة، لا أذكر الحبيبة الأولى أساسا. لا تذكر لكثرة الحبيبات والقبل؟ لا لا والله لا لا، لأني أنا بدأت بالحب صغيرا يعني، فكان فترة طويلة ما عاد أتذكر.